وبعضهم يقول أن الله عز وجل يوكله يوم القيامة، يوكل فلانا بمحاسبة العباد. قال كما يوكل المدير الموظف تحته، فالله إيش المانع يوكل عليا مثلا يحاسب العباد يوم القيامة؟ هذا كله غلو. ربنا جل وعلا يوكل عليا أن يحاسب العباد، والله سريع الحساب، المصير والمرجع لمن؟ ها، الله عز وجل، وإليه المصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق حتى يحاسبهم الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لن يجعل الله عز وجل الحساب لفلان أو فلان، بل حتى الرسل يسألهم الله عز وجل ماذا أجبتم، يقول لهم ها مش يوكل فلانا. فهذا كله من الغلو. شيخنا الجليل، الأخ مبارك من قنا يتساءل حول بعض الشبهات التي تطرحها القنوات الوهابية، فيقول بأن هناك رواية يقولونها تروى عن الكليني، يقولون بأن الإمام الحسين عليه السلام مكلف بحساب الناس منذ الممات، يعني في عالم البرزخ، إلى قيام الساعة. ما هو الرد؟ يعني من ضحالة الفكر البكري ومن عجزه عن مواجهة التشيع العظيم يطرح مثل هذه الأمور ويبشعها في أعين الناس، يريد أن يصور لكم أن هذه مشكلة عملاقة عظيمة، هذه المشكلة كأنه كفر، يعني أن يقال إن الحسين عليه السلام يتولى بتكليف من الله تبارك وتعالى حساب الخلق في عالم البرزخ مثلا إلى يوم القيامة. أولا، أي شناعة في ذلك؟ الرواية جاءت هكذا عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، ثم ماذا؟ أي شيء كان هذا؟ كلام أشخاص عندهم ضحالة فكرية فلا يستطيعون المواجهة إلا بإثارة الزوبعة تجاه مثل هذه الأمور. تعالوا الآن لنناقش هذه المسألة مثلا، هل هذه المسألة معارضة للقرآن الحكيم؟ كلا. هل هذه المسألة معارضة للحديث الشريف؟ كلا. معارضة للعقل؟ كلا. أي إشكال فيها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، صحيح أم لا؟ زين، هذا نص القرآن، وفي نفس الوقت ماذا الله عز وجل يقول في موضع آخر؟ قل يتوفاكم ملك الموت. الآن هل يصح لامرئ أن يقول كيف يتولى ملك الموت قبض أرواح الناس والله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها؟ نعم، لأن ملك الموت إنما يقوم بما يقوم به بأمر الله عز وجل، فالله هو القابض، الله عز وجل هو المتوفي، لكن يكلف به من عباده؟ ملك الموت عليه السلام عزرائيل، هو يتولى ذلك بأمر من الله عز وجل. الحسين عليه السلام عند الله عز وجل أعلى شأنا من ملك الموت، نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أرفع قدرا من الملائكة أجمعين، هو سيد الخلق أجمعين. هذا الحسين بضعة منه، حسين مني وأنا من حسين، فلا بد أن يكون الحسين كذلك أعلى شأنا عند الله عز وجل من الملائكة. ما المشكلة أن الله عز وجل يكلف وليه الحسين أن تتولى محاسبة الناس بتفويض مني في عالم البرزخ مثلا؟ ما المشكلة؟ هذا ولي الله وحجته، يعني موظف عند الله عز وجل، الله هو يوزع الوظائف على الموظفين اللي عنده، ما المشكلة؟ لا تقل لي إن القرآن يقول إن الحساب على الله. نعم، الله هو المحاسب، هذا صحيح، هذا كله صحيح، الله عز وجل هو يحاسب الخلق، لكن بواسطة من؟ الله يكلف، تارة يكلف نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله يحاسب أمته مثلا، يكلف إبراهيم عليه السلام يحاسب أمته، طيب أيضا يكلف الحسين عليه السلام، يكلف أمير المؤمنين، يكلف الحسن، يكلف فاطمة عليه السلام، يكلف أيا شاء من عباده وصفوة عباده في أن يحاسبوا أممهم، ما المشكلة؟
هذا الحساب بأمر الله عز وجل، الله بيد هؤلاء يحاسب، هو المحاسب الأصلي، أما هذا مفوض من الله، هذا العبد مفوض من الله عز وجل في الحساب. في القبر الحساب يكون ممن؟ من ملكين، منكر ونكير، صحيح أم لا؟ هما يسائلان العبد ويحاسبانه. طيب هذا فيه شناعة؟ إذا قلنا إن الله أعطى ملكين تفويضا للحساب لكي يحاسبا الميت، أي شناعة في أن يعطي الحسين عليه السلام وهو أعظم من الملكين تفويضا في أن يحاسب الميت؟ ما المشكلة؟ الله تعالى يقول في كتابه المجيد: قاتلوهم يعذبهم الله شنو؟ بأيديكم. يعني هذا عذاب الله، ولكن أعطي التفويض في إجرائه لمن؟ للمسلمين المقاتلين. يقول يعذبهم الله بأيديكم، فهذا عذاب الله عز وجل وعقابه، لكن جرى على أيدينا نحن الناس العاديين، نحن المسلمين العاديين. إذا ما وقع الجهاد، إذا ما وقع الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما المشكلة أن الله يوجه أمرا لوليه الحسين عليه السلام، يقول له حاسبهم، يقع حسابي لهم بيدك مثلا، ما المشكلة؟ هذا لا شناعة فيه، لا حرج فيه، لا شرعا، لا عقلا، لا أدبا. فمما تصطنع مشكلة من ذلك؟ هذا بسبب فقر دعاة البكرية، لا يستطيعون مواجهة التشيع العظيم، فيصطنعون مشكلة من لا شيء، يحاولون العثور على عيب في العقيدة الشيعية، ومن ثم يهرجون حول ذلك. لكنك إن تأملت وعملت عقلك تجد أن هذا الذي يزعمون أنه عيب ليس بعيب، لا شيء فيه على الإطلاق. نحن نؤمن بما جاء عن آل محمد الطاهرين عليهم السلام، خلاص. قال الأئمة عليهم السلام أن الحسين عليه السلام هكذا يكون دوره في عالم البرزخ، سلمنا وآمنا. ما المشكلة؟ لا نجده مصادما للقرآن، لا نجده مصادما للعقل. الأئمة عليهم السلام قالوا: إذا أردتم أن تردوا الروايات، تردوا الأحاديث الشريفة، فاعرضوها على القرآن، إذا وجدتموها معارضة للقرآن اعلموا نحن لم نقل ذلك، خلص ردوا هذه الرواية. لا نجد القرآن يمنع من ذلك أبدا، فإذا لزمنا أن نقبل بالرواية. عندنا رواية أخرى مثلا أن فاطمة الزهراء عليه السلام دورها في عالم البرزخ ماذا؟ لأنه هذه ذوات مقدسة، هؤلاء أولياء الله لهم أدوار. الآن في عالم الدنيا كانت لهم أدوار، في عالم البرزخ وهو ما بين الدنيا والآخرة لهم أدوار، وهذا عالم أيضا يمتد لآلاف ملايين السنين، وهنالك أيضا في عالم الآخرة لهم أدوار كذلك. مثلا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليهما السلام لهم دور في عالم القيامة في عالم الآخرة، وهو الوقوف على الحوض، صحيح أم لا؟ وسقي الناس، هنالك حوض الكوثر، حوض النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا النبي يسقي الناس منه ويعطي السقاء لمن؟ لأمير المؤمنين عليه السلام. كذلك من أدوارهم أن الله عز وجل يأمر رضوان عليه السلام ملك خازن الجنان، هذا ملك الجنة الكليدار يعني إنجاز التعبير، سادن الجنة مثلا، هذا بيده مفاتيح الجنة، يأمره الله عز وجل يقول له: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله أعطي هذه المفاتيح. يأمر كذلك مالك خازن النيران، هذا نفس الوظيفة لكن من الجهة الأخرى، هذا مسؤول عن النار، مالك عليه السلام هذا الملك يأتيه ويقول أيضا: أعطي مفاتيح النار لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. ينصب للنبي صلى الله عليه وآله في القيامة منبر من نور، له مراقي كثيرة تبلغ الآلاف، هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجلس على أعلى تلك المراقي، على أعلى ذلك المنبر،
يدنوه بعد إذن وصيه أمير المؤمنين الأوصياء الاثني عشر عليهم السلام، الأنبياء المرسلين الأوصياء بالألوف كلهم على هذا المنبر الإلهي العظيم، منبر من نور يجلسون عليه. فيأتي النداء الإلهي أن يا محمد اقسم بين الخلق، خلص. فيفوض هنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعطي المفاتيح التي بيده، يعطيها لوصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويقول له يا علي أنت قسيم الجنة والنار. فهو إذن بالأصل تفويض من الله لنبيه، النبي صلى الله عليه وآله فوض ذلك أيضا لمن؟ لوصيه وخليفته. أي إشكال في ذلك؟ هم لهم أدوار. فاطمة الزهراء عليه السلام مثلا حسب الروايات الشريفة عندنا أن لها دورا في البرزخ، وهو ماذا؟ وهو تربية أطفال يتامى المسلمين. يتامى المسلمين الزهراء عليه السلام تربيهم، هؤلاء اليتامى الذين توفوا في سن الطفولة، زين؟ الزهراء عليه السلام تتلقاهم وتربيهم لأنه ماتوا على الفطرة هؤلاء، خلص. هذا موجود، ما الشناعة فيه؟ ما الإشكال فيه؟ يا أخي هذه وظائف الله عز وجل، يفوض من يشاء من خلقه، ولا يجرون شيئا إلا بأمر من الله عز وجل. هو المفوض، هو الخالق، هو المحاسب، كل شيء ينتهي إليه. الحسين عليه السلام مثلا حين يحاسب كما يحاسب منكر ونكير، بتفويض من الله وحسب القواعد التي رسمها الله عز وجل. الله يصادق على حساباتهم، وله أن يغفر لمن يشاء، صحيح؟ فهذا لا إشكال فيه إخواني، وإنما هو مجرد تهريج من قبل دعاة المذاهب الباطلة الذين يحاولون أن يفتشوا على عيب هنا أو هنالك على التشيع فلا يجدونه، فيستخرجون روايات غير معروفة عند الثقافة البكرية ويهولون منها ويثيرون ضجة منها دون طائل.